واحد، اثنين، اثنين، ثلاثة. اليوم انسرق تلفونا لأختي فقلت برضيها بشوكولاتة على كنافة. يلا ميومة انت دوبي لنا الشوكولاتة وانا بدي أقلش عيرات الكنافة. اوكي ميومة بدي أسألك سؤال. اسألي. إذا فيك تنقي شيء من شكلي تاخديه، شو بتنقي؟ اسنانك. اسناني؟ طب أنا؟ اوكي. أنت؟ منخارك؟ أي أنا عارفة الجواب من الأول. إنه أكيد أكيد منخارك. لازم أسأل. مع إنه منخاري ما إشبه شيء. انت منخارك لابق على وجهك بس انا كنت اخذت اسنانك فكتيست. واو اوكي ثانك يو. اذا بيطلع لك سؤال واحد تساليني اياه شو بتساليني؟ شو ابشع شيء بالسوشيال ميديا؟ الانتقادات السلبيه لانه كثير بتحسس. اي كومنت سلبي بيجيني بقراه بمحي من راسي وبطنشه. بس شو سهل الحكي. هيك قليت الشعيرات وانا دوبت الشوكولاته. وقسى للحشوه بدنا نحط كريمه الفستق. اوكي وانت حطي لنا طحينه. ستوب شوي لون اخضر ومنحرك. طلعوا يلا انت اسا حتزيني وحده وانا وحده وانتوا بدكم تقرروا تعيد مين حتطلع احلى. واو اسمها مبينين طلع. هيك واسا بنحطها بالثلاجه لتقسى واسا بنحط الحشوه هيك وبعدين نرجع مندير الشوكولاته وهيك زيناها ويلا على الثلاجه. احكي لنا شغله ما بنعرف عنك. لازم ايه اوكي انت بتعرفي بس اني ما بعرفه. انت بتعرفي ان انا معش بدي اولاد فمشي سنه شكيت انه ممكن اكون حامل فعملت فحص والفحص طلع بوزيتيف. بكيت وصرخت يومين ثلاثه لاخر شيء عرفت انه الفحص طلع خربان. الحمد لله. شغله انا ما بتعرفوا عني انه ما كان عندي اصحاب من اول ما بلشت مدرسه لصار عمري 16. اوكي كان عندي وحده بس بعتقد كانت تمشي معي شفقه. لا طب انا اسا شفقت عليك والله. بس بعدين بعد ما صار عمري 16 صار عندي 3 اصحاب بس طول عمري ما عندي اصحاب. واو هاي من ورا وهاي من قدام. قولوا لنا اي احلى بالكومنتس. واحد، اثنين، ثلاثة. واو 10/10. تعي تعي صحاب لازم تدوقي. باي.